ما أجمل أن تكون مخلوقاً من مخلوقات الله، تعيش على الأرض وتتأمل باقي المخلوقات وتقدر عظمة الله في خلقه. لو تأملنا خلق الله لتوصلنا إلى حقيقة رائعة، وهي أن كل المخلوقات تعيش معاً في تناسق وتناغم ويكمل بعضها البعض، بل وأحياناً يحتاج أحدها إلى الآخر. ودي رسالة من الله سبحانه وتعالى، إن كل المخلوقات لها أهمية. وعندما أرسل الله الرسل والأنبياء لهداية الناس، سخر لهم أعواناً من الطيور والحيوانات وباقي المخلوقات، وكان ليها دور كبير في حياتهم. عشان كده حكايتنا كل يوم هتكون عن نبي من أنبياء الله اللي ارتبط اسمه بواحد من المخلوقات دي، أو كان ليه معاه حكاية. تعالوا بينا نشوف حكايتنا النهاردة. والنهاردة حكايتنا عن النبي اللي تحمل الظلم من أقرب الناس إليه. ظلم؟ ومين اللي ظلمه؟ تخيلوا مين؟ إخواته. إخواته؟ إزاي؟ دول المفروض اللي بيخافوا عليه ويحموه ويدافعوا عنه. أنا مش قادرة أتخيل. تمام، هم كانوا فاكرين إن أبوهم بيحب أخوهم أكتر منهم، عشان كده اتفقوا إنهم يتخلصوا منه. يتخلصوا منه؟ يتخلصوا منه ليه؟ عشان يرجع حب أبوهم ليهم تاني. طب عملوا إيه؟ قلنا يلا. بعد ما فكروا كتير اتفقوا إنهم يرموه في البير. طب لما اتفقوا إنهم يرموه في البير، إحنا علاقتنا إيه بالموضوع؟ للأسف واحد مننا مرتبط اسمه عند الإنسان بالمكر والخداع. في بعض الأحيان المكر والخداع بيكون من صفات البشر كمان. أيوة عندك حق، بس المرة دي إحنا مظلومين. ويا ترى الظلم ده استمر كتير؟ لأ الحمد لله، ظهرت براءتنا لما ربنا جمع شمل النبي تاني مع أبوه وإخواته، وظهر الحق معاه وظهرت براءتنا. أكيد، لأن الحق دايما هو اللي بينتصر. أيوة صح، الحق دايما هو اللي بينتصر. يا ترى عرفتم مين اسم النبي؟ وعرفتم كمان اسم المخلوق اللي في حكايتنا؟ خلصت حكايتنا، ونشوفكوا بكرة في حكاية جديدة ولغز جديد من ألغاز الغابة.